السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم غندير واحد التمرين بخصوص المتتاليات العددية. المهم خدينا هذه المتتالية هذه اللي كتكتبيها على شكل المهم يو ان بلس ان كتساوي اللغة سينتيير ديال يو ان او 3 بلس ان سيغ دو لو تو على بيسونس ان، بحيث يو زورو كتساوي ان. دونك غنحسبو واحد المجموع اس ان ديال لي في ان، بحيث في ان كتساوي لي هي يو ان بلس ان او 3 موا يو ان على بيسونس 3. المهم غادي نجاوبو على هذا الشيء ونبينو بان اس ان عندها علاقه بيو ان، وغنستنتجو يو ان انطلاقا من اس ان، وغادي نستنتجو في الاخير او نحسبو في الاخير الليميت ديال يو ان. يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتجاوبوا على التمرين، ومن بعد تكملوا الفيديو. نبداو بالتصحيح على بركه الله. تصحيح: اولا كيف ما كنعرفوا ان في ان عطاوها لينا كتساوي لي هي يو ان بلس 1 اس 3 مو يو ان على بيسونس 3، ياك. وعندي ان يو ان بلس 1 اش كتساوي ليا؟ كتساوي هو لوغ سين تيغ ديال يو ان على بيسونس 3 بلس 1 سيغ 2 على بيسونس ان، ياك. وحنا طلبوا منا اس ان، ان نحسب اس ان بحيث اس ان كيساوي هو في 0 بلس في 1 بلس بلس جوسكا في ان موان 1، ياك. باش نحسب دابا هاد لا سوماسيون هادي، نعوض كل ان بعدد كل حد داكشي اللي كيساوي. يعني اس ان كيف ما كنعرفوا اللي هي لا سوماسيون ديال في، هي لا سوماسيون ديال في كا، بحيث كا هنا كيتفاريا ليا ما بين 0 و ان موان 1، ياك. دابا في كا عندي هي هي في ان، عوض ان بكا، هي كا كا بلس 1 يو كا بلس 1 موان يو كا. اي حد كنعوض فيه، يعني هي 0 نعوض، يعني كا 0 يعني هي تساوي دابا في 0 غتساوي ليا اللي هي يو 0 يعني هي يو 1 يو 1 او 3 موان يو 0 على بيسونس 3. وكيف ما كنعرف ان يو 0 كتساوي ليا اللي هي 1، دونك خصني نحدد يو 1 ونحدد يو 2 وهكا غاديه، مفهوم؟ غادي نديرونجا بزاف. باش نحاول نقتصر الطريق غنمشي نحدد في ان، نمشي نحسبها ونشوف شحال كتساوي ليا بعدا. دونك عندي في ان كيف ما كنشوفوا ان كتساوي يو ان بلس 1 على بيسونس 3، و يو ان بلس 1 عندي ها هي، دونك يكفي انني نرفعها اس 3. دونك اللي هي نعوض يو ان بلس 1 هي لوغا سينتيير ديال يو ان على بيسونس 3 بلس 1 سيغ 2 على بيسونس ان، ياك. عندي اس 3، يعني ندير على كل اس 3 اللي موان هاد يو ان او 3، مفهوم؟ عندي لوغا سينتيير على بيسونس 3. دونك كيف ما كنعرفوا هاد لوغا سينتيير شنو هو؟ لوغا سين بحال بون لوغا سين انيام ديال واحد اكس اش كيساوي ليه؟ اللي هي اكس على بيسونس 1 سيغ ان، ياك. فهاد المثال اللي عندنا هنا عندي نعتبرو هادي واحدة ا، هي ا لوغا سين تيغ كيساوي هو ا على بيسونس 1 سيغ 3، ياك الشباب. دونك ملي غادي نرفع ليه اس 3 كيف ما كنعرف ا على بيسونس ان لو تو على بيسونس ام، اللي هي ا على بيسونس ان فوا ام، كندير الجداء ديالهم. وهذا الشيء اللي غندير انا هنا، يعني غنضرب هذه في هذه، ثلاث غتولي اللي هي ا على بيسونس 3 سيغ 3، يعني اللي هي ا على بيسونس 1 يعني ا. دونك هاد لوغا سينتيغ مع هاد بيسونس 3 غادي يمشيو، دونك غيبقى لي هادشي لداخل هي يو ان على بيسونس 3 بلس 1 سيغ 2 على بيسونس ان موان يو ان على بيسونس 3. دونك عندي يو ان على بيسونس 3 موان يو ان على بيسونس 3، غيتختزلو ليا اش غيبقى لي في الاخير اللي هي في ان كتساوي 1 سيغ 2 على بيسونس ان، مفهوم؟ هاد المتتالية هادي اللي هي في ان اللي بغيت نحدد الحدود، مجموع الحدود ديالها، مفهوم؟ وكيف ما كنشوفوا ان هاد المتتالية هي متتالية هندسية جيومتريك، ياك. اساس ديالها اللي هو ان دومي، يمكن نعرفها كندير في ان بلس ان موان في ان، كتعطيني الاساس ديريكتومون. نجو نحسبوها ماشي مشكل، في ان بلس 1 اش كتساوي لي هي 1 سيغ 2 لو تو على بيسونس ان بلس 1 اللي هي في ان بلس 1 موان في ان اللي هي 1 سيغ 2 على بيسونس ان، ياك الشباب.
او بالاحرى هذه المثلثات الهندسيه كنحاول نستعمل هذه في ان بلس ان سور في ان باش نحاول نقتصر على الطريق اللي هي ان سور دو على بيسونس ان بلس ان سور ان سور دو على بيسونس ان، كيف ما كنعرفوا ا على بيسونس ان سور نفس لا باز اللي هي ا على بيسونس ام اش كتساوي ليا، اللي هي ا على بيسونس فوقانيه ناقص الاس التحتاني اللي هو ان موان ام. وهذا الشيء اللي غندير عندي نفس لا باز اللي هي ان دومي تساوي لي اللي هي ان دومي على بيسونس ان بلس ان موان ان، موان ان مع ان تمشي ليا غتبقى ليا ان، يعني هي ان دومي على بيسونس ان سي ان دومي، مفهوم؟ دونك هذه هي الاساس ديال هذيك المتتاليه هذه. دونك هذه راه في ان راه متتاليه هندسيه ولا باز ديالها اللي هي ان دومي، مفهوم الشباب؟ وكيف ما كنعرفوا الشكل ديالها دونك هذه معطيه لي انا في زيرو واش غادي تساوي لي اللي هي ان، حيتاش في ان كتكتب لي على شكل الحد الاول في كو فوا la base اللي هي 1 sur 2 à la puissance n moins q، مفهوم؟ دونك q هو الحد الاول، وكيف ما عطينا هنا في 0 يعني كاين في 0 يعني في ان كتكتب لي على شكل في 0 فوا في 0 فوا هاد لا باز هادي هي 1 demi n moins 0 سي ان، مفهوم؟ دونك عندي انا هنا اللي هي 1 sur 2 à la puissance n، دونك في 0 اش غيساوي لي ديريكتومون اللي هو 1، مفهوم؟ دونك في ان تكتب لي على شكل 1 سور 2 على لا بيسونس ان، و في 0 كيساوي ليا 1، مفهوم؟ دونك هذه راها متتاليه هندسيه، ويمكن ليا نعرف مجموع الحدود ديالها ديريكتومون، كيف ما كان عندنا في القاعده ان مجموع الحدود ديال المتتاليه الهندسيه كيتكتب لي على شكل في كو فوا 1 موان فوا بون في بون بي هو الحد الاول هو 1 موان كو على بيسونس ان موان بي بلس 1 سور 1 موان كو، ياك الشباب؟ عندي هنا عندي الحد الاول اللي هو 0 دونك يمكن لي نعوض بي ب 0 اش تساوي لي اس ان اللي هي في 0 1 موان كو، كو هو لا باز، لا باز عندي اللي هي ان دومي، نكتب العلاقه ماشي مشكل، اللي هي ان بلس 1 سور 1 موان كي، ياك اش غتساوي لي على هذا الحساب؟ بون في 0 عندي كيف ما قلنا اللي هي 1 دونك 1 مضروبه فوا 1 موان كي لا باز اللي هي 1 دومي 1 دومي على لا بيسونس ان بلس 1 سور 1 موان كي اللي هي 1 موان لا باز اللي هي 1 دومي، مفهوم؟ دونك اس ان كي تكتب لي على شكل بون هي 1 موان 1 دومي على لا بيسونس ان بلس 1 سور 1 ناقص 1 على 2 اللي هي 1 دومي، مفهوم؟ وهاد 1 دومي هاد 2 غطلع ليا الفوق حيتاش كيف المهم غطلع ليا الفوق، يعني 2 فاكتور 1 موان 1 دومي على لا بيسونس ان بلس 1، مفهوم الشباب؟ يعني ان هاد اس ان هادي كت اللي هي اصلا اللي هي في 0 بلس في 1 بلس بلس جوسكا في ان، ياك حتى الان، ولكن حنا طالبين منا جوسكا ان موان 1، ياك هذه القضيه خصنا حنا ما نساوهاش، يعني غنحاول نقص لا باز اللي قبل الاس او الحد اللي قبل من ان، يعني كيفاش اني نقص من هذا البريسوس نقص منها واحد، مفهوم؟ دونك ومنه اس ان اش كتساوي ليا اللي هي 2 فاكتور 1 موان 1 دومي على لا بيسونس ان، مفهوم الشباب؟ ما غيتغير لي حتى شي حاجه، يعني غير الاس فاش عندي أنا الاشكال، مفهوم الشباب؟ ومن هو راه حنا دابا حسبنا اس ان داكشي طلبوا منا، ياك احسب بدلاله ان المجموع في 0 جوسكا في ان موان 1، دونك ندوزو السؤال الثاني اللي هو بين ان اس ان كتساوي ليا ان ريبيسونس 3 موان 1 دومي، بون نشوفو كيفاش نديرو ليها. ثانيا لنبين ان اس ان كتساوي ليا يو ال يو ان على بيسونس 3 موان 1 يكون ان ينتمي الى ان، كيف ما كنعرفوا ان في ان كتكتب لي على شكل يو ان بلس 1 او 3 موان يو ان على بيسونس 3 حتى هي،
هاد اس ان هادي كنشوفهم كتكتب ليها على شكل هاد في ان ياك، و اس ان ديجا عندي اللي هي في 0 بلس في 2 بلس او في 0 بلس في 1 بلس في 2 جوسكا في ان موان زا فوالا. دونك و في ان عندها علاقة ب يو ان بلس 1 بلس يو ان، او بالاحرى موان يو ان. دونك غتكون واحد العلاقة ديال يو ان بعلاقتها ب اس ان. دونك اجي نشوفو معاه. دونك الا عطيت بديت من ان كيساوي ليا زيرو، فهاد في ان اش غادي يعطي ليا؟ دونك في في زيرو اش تساوي ليا؟ اللي هي يو ان على بيسونس تروا موا يو زيرو على بيسونس تروا. ايه ان الا كان كيساوي ليا واحد، في واحد اش غتساوي ليا؟ اللي هي يو دو على بيسونس تروا موا يو ان على بيسونس تروا. الا في حالة ان كيساوي ليا دو، في 3 او في 2، دونك في 2 اش غتساوي ليا؟ اللي هي يو 3 على بيسونس 3 موان يو 2 على بيسونس 3. و هكا غاديه حتى لاش، حتى ال حتى ال ان موان 2. اذا كان اس كيساوي ان كيساوي ليا ان موان 2، دونك في ديال ان موان 2 اش غيساوي ليا؟ نعوض ان بان موان 2، ان موان 2 بلس 1 سي ان موان 1، يعني يو ان موان 1 à la puissance 3 moins un un moins 2 à la puissance 3. ياك اخر حد اللي هو ان موان زان، حيت اس ان داكشي اللي عندي كتساوي ليا. ديجا شفناها انها كتساوي من يو زيرو حتى ان، حتى من في زيرو حتى في ان موان زان. هادشي اللي بغيت نشوف. دونك في ان موان زان غتساوي ليا اللي هي يو ان موان زان بلس ان سي يو ان، يعني يو ان à la puissance 3 moins يو n moins 1 à la puissance 3. دونك انطلاقا من هذا الحد اللي على اليسار، يعني هذا الطرف اللي على اليسار، انطلاقا من هذا الطرف اللي على اليسار، الى جمعت في 0 في 1 في 2 جوسكا في ان موان 1 غيعطيني ديريكتومون اللي هي اس ان اللي شفنا في السؤال اللي من قبل. ياك الشباب، دونك بجمع هاد المتفاوتات كاملين طرف بطرف، يعني نجمع هادي زائد هادي زائد هادي وغادي حتى ال n موان زان، هاد الطرف اللي على اليسار غيعطيني اللي هو اس ان. اش غيساوي ليا؟ هاد الطرف او المتفاوتة الاولى زائد المتفاوتة الثانية زائد الثالثة وهكذا حتى الاخر، اخر حد اللي هو n موان زان. مفهوم؟ دونك الى جمعتهم هنا متفقين على هاد لابارتي، هادي هاد الجهة هادي كتساوي ليا اس ان، وهاد الجهة الاخرى اش غتساوي ليا؟ الحد الاول او المتفاوتة الاولى هي يو ان على بيسونس 3 موان يو 0 على بيسونس 3 بلس يو 2 على بيسونس 3 موان يو 1 على بيسونس 3. ياك هادي زائد هادي زائد هادي زائد يو 3 على بيسونس 3 موان يو 2 على بيسونس 3 بلس 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 جوسكا. وهكا غدا نفس الشكل كيف ما كتشوفوا، راه كنزيدو بحد بحد على بيسونس 3 بلس اخر حد اللي هو يو ان على بيسونس 3 موان يو ان موان 1 على بيسونس 3. ياك الشباب، كيف ما كنشوفوا هنا ان يو ان كتعاود ليا، يو 2 حتى هي كتعاود ليا، يو 3 حتى هي غتعاود ليا في الحد اللي من بعد، وهكا غاديه. كيف ما كنشوفوا ان يو ان بلس موان يو ان غتختزل ليا، ها هي يو ان يو ان على بيسونس 3 موان يو ان على بيسونس 3، يعني غيتختزل ليا. U2 مع U2 ها هي، U3 غتكون مع اللي غادي تابعها، غتبقى لي غير U0، يعني كل حد كيمشي مع داك اللي من بعد منه غادي يكون واحد الحد اللي اوبوزي ديالو غيكون ابخي. وهكا غادي حتى ال UN-1 ها هي كتمشي ليا مع UN-1 و UN-2 كتمشي ليا مع قبل منها. مفهوم؟ غتبقى ليا UN à la puissance 3. ياك الشباب، ها انتوما شوفوا، ها هي يو ان على بيسونس يو ان على بيسونس 3 مع يو ان على بيسونس 3، يو 2 على بيسونس 3 مع يو 2 على بيسونس 3، يو 3 مع يو 3. وهكا غادي وغادي حتى لاش هاد يو ان موان 2 او 3 غتمشي مع اللي قبل منها، و يو ان موان 1 غتمشي لها مع هادي اللي من بعد منها، يعني غتبقى ليا يو ان على بيسونس 3 موان يو 0 على بيسونس 3. دونك اس ان غتساوي ليا اللي هي يو ان كيف ما شفنا على بيسونس 3. ياك الشباب، اخر حد اللي هو هذا
نعم موان يو زيرو على بيسونس 3. وكيف ما كنعرفوا بان يو زيرو عندي اللي هي كتساوي ليا واحد، واحد على بيسونس 3 اللي هي واحد. دونك ومنه ان اس ان كتساوي ليا يو 3 على بيسونس 3 موان زان، مفهوم؟ ومنه وصلنا لداكشي اللي بغينا، مفهوم الشباب؟ ندوزو دابا السؤال اللي من بعد اللي هو احسب، اللي هو احسب يو ان بدلاله ان. كيف ما كنعرفوا كيف ما شفنا في السؤال اللي من قبل ان اس ان كتساوي ليا اللي هي يو ان على بيسونس 3 موان زان، ياك الشباب؟ و اس ان ديجا شفتها كيف ما شفنا في السؤال اللي من قبل ان اس ان كتساوي ليا اللي هي دو فاكتور ان موان ان دومي على بيسونس ان، ياك الشباب؟ دونك انطلاقا من هذه يمكن نجبد يو ان، دونك نمشيو مع هذه بعدا هي الاولى. دونك نجبد يو ان بداله اس ان، يو ان على بيسونس 3 كتساوي ليا اللي هي اس ان بلس 1 ديت 1 للطرف الاخر. دونك يو ان اش غتساوي ليا؟ باش نحيد هذا على بيسونس 3 ندير ندخل غاسين تيير، غاسين ثوازيام، يعني على بيسونس 3 غاسين 3 دخلته هنا غتبقى ليا يو ان ديال اس ان بلس 1، مفهوم الشباب؟ دونك نجي نعوض اس ان بداكشي اللي كتساوي ليا من قبل. اس ان كيف ما شفنا انها كتساوي هاد لابارتي هادي، دونك لي هي دو فاكتور ان موان ان دومي على بيسونس ان بلوس هاد الان، مفهوم الشباب؟ دونك يمكن لي نشر هاد العجب هذا باش نحاول نبسطها ونخليها هكذا، ما عندي حتى شي اشكال. دونك قال لي كتب يو ان بداله ان، دونك هاني لقيتها. نمشيو حنا نبسطوها غاسين تخوازيام ديال اش نشر هاد العجب دو، هي دو بون 2 بلس 1 سي 3، نحسبوها ديريكت، يعني نشر 2 مع هادي ومع لو 1 سي 2 بلس 1 سي 3 مع 2 موان 1 دومي، دونك موان 2 فوا 1 دومي على بيسونس ان، يعني هي 2 مضروبه في 1 سيغ 2 على بيسونس ان، ياك هكا كتكتبي على هاد الشكل. دونك هتساوي ليا اللي هي على بيسونس راسين تيير ديال 3 موان، باش نلقى هاد العجب دونك عندي ا سيغ ا على بيسونس ان، كيف ما كنعرفو كتساوي ا على بيسونس هاد بيسونس ناقص هاد بيسونس. هنا عندي بيسونس 1 يعني 1 موان ان، ياك الشباب؟ يعني هي 2 عندي الفوق سيغ 2 على بيسونس ان، تعطيني هي 2 على بيسونس 1 موان ان، ياك الشباب؟ او بشكل اخر يمكن لي نكتبها على شكل ان دومي à la puissance n moins 1 نفس الشكل، مفهوم؟ حيت كيف ما كنعرفوا ا على بيسونس 1 على ا على بيسونس ان كتعطيني اللي هي ا على بيسونس موان ان، مفهوم؟ يعني الا درت هذا الشكل هذا او دونك هذه باش ننزلها للمقام نضرب في الموان، يعني 2 على بيسونس 1 موان ان غتساوي ليا اللي هي 1 على 2 على بيسونس هذه ندير ليها الموان، يعني موان موان زان موان ان، يعني هي n moins 1، مفهوم؟ اللي هي ديريكتومون اللي هي 1 دومي على بوسونس لو تو n moins 1، مفهوم اللي هي هادي؟ نكتب على هاد الشكل باش تكون شويه بسيطه. دونك ومنه ان يو ان كتساوي ليا لو غاسين تخوازيام ديال 3 موان 1 سيغ 2 على بوسونس n moins 1، مفهوم؟ دونك ومنه توصلنا ل يو ان بدلاله n بحيث n او دونك ان خصني نديرها بانها تكون اكبر او يساوي 1، مفهوم؟ يعني ان مهما يكون ان اكبر او يساوي 1، مفهوم؟ او ديجا عطاوها هنا، مفهوم الشباب؟ ندوزو دابا السؤال اللي من بعد اللي هو النهايه، النهايه ديال يو ان. دونك ليميت ديال بلس انفيني ديال يو ان اش كتساوي ليا؟ المهم ما عليناش، ليميت ديال يو ان اللي هي ليميت ديال هاد لابارتي الوسط، ياك؟ كيف ما كنعرف ان دومي، ان دومي عندي هي على بيسونس واحد ان، ياك الشباب؟ وكيف ما شفنا ان ا على بيسونس ان ليميت في الانفيني كنشوف هاد ا لاش كتنتمي عندي كتساوي 3 ديال لي ليميت، يعني في حاله الا كان ا اكبر من واحد دونك يعطيني 0، او بالاحرى اذا كانت اكبر من واحد كتعطيني الانفيني، كانت اونتر موان زان اي ان محصوره ما بين موان زان اي ان كتعطيني اللي هي 0، واذا كانت انفيريور ا موان زان كتعطيني لا نهاية لها، مفهوم الشباب؟ وكيف ما كنعرف ان موان ان دومي اونتر
moins 1 et 1. Donc, ça fait que limite plus l'infini, dit 1 demi à la puissance n, qui atteint directement les rois 0. Donc, soit quand n à la puissance n ou à la puissance n moins 1, réatteint 0. Et je fais l'infini qui prend l'infini. Ou quand je fais l'infini, il prend l'infini. Donc, à la partie à dire, il y a 0, il y a le had li huwa le 3. Ou le 3 qui est un adad fixe, mais qui est rire, c'est une troisième de 3. Donc, comme il y a une limite plus l'infini de un, je vais essayer directement racine 3 de 3. مفهوم ومنه وصلنا للنهاية ديال الـ UN. مفهوم الشباب، نتمنى أن تكون هذا الفيديو يكون واضح وباين. يعني صراحة كيف ما كنشوفوا هذا التمارين ديال المتتاليات، يعني كيكونوا واضحين، ما كيكونش شي صعوبة. يعني غير الإنسان أو الطلبة خصهم يحاولوا يكثروا التمارين، يعني كل ما الإنسان كيخدم تمارين كل ما غيزيد يفهم. وهذا هو، هذه هي النصيحة اللي نحاول ننصح بها جميع التلاميذ والطلبة. ونتمنى أن الفيديو يكون مفهوم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.